السلام عليكم، معكم لطيفة زيزون، رئيسة مركز أمان لتوجيه ودعم النساء والفتيات ضحايا العنف. اليوم جاءوا عندي هاد العائلة اللي تواصلوا معايا هاد يومين، صيفطوا لي الصور ديال العنف ديال الطفلة ديالهم اللي كتبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، اللي عنفاتها الزوجة ديال الجد ديالها بحكم ان الجده ديالها متوفيه. وهاد الطفله جالسه مع الجد ديالها هي والام ديالها، لان الام عندها شنآن مع الزوج، مات الطفله عندها شنآن مع الزوج ديالها، وجات كاي امراه مغربيه كتجي تغضب في دارهم، جات جالسه في دارهم. هاد السيده ما استحملاتش انها تجلس عندها هاد السيده، ولا لسانها ولسان الاخ ديالها كتقول لك بان هي ما بغات حتى واحد في ولادو، بغات غير الراجل بوحدو الدار، حيت كلهم خرجوا من ديك الدار، كل واحد فين مشى سكن. هاد السيده اللي ما عندهاش فين تمشي هي وبنيتها، جلست عند الاب ديالها رغم التعنيف ديال الام. الام شنو هو العنف اللي كدير لها؟ كيف ما عودات لي كتسد عليها البيوت، كتخليها برا هي وبنتها، كتسد عليها الماكله، قالت لك 3 سنوات دابا وهي جالسه معاها في البيت وهي كتعيش باتاي والخبز، ما كتاكل حتى حاجه اخرى لان كتسد عليها. وسالتها على الاب ديالها اين هو في هذا كله، قالت لك هو كيساند الزوجه ديالو بحيث هو عارف كل شيء وكيساندها. هذا من جهه، من جهه اخرى ان هذه الطفله الصغيره البريئه اللي كجميع الاطفال في هذا السن كيكون عندهم تبول لا ارادي، انها كتبول في الليل. مني كتبول اول مره، ماشي اول مره هذه باش كتعنفها هذا التعنيف وكتحرقها، هذه ثالث مره كتحرقها. اول مره قالت لك هداتها وهداتها بالعود تتوريه لها بان غتحرقها به، وما حرقتهاش، وبالمنجل اوسي ما حرقتها. ثاني مره حرقاتها بالعود وكتهددها، كتقول لها مره اخرى الا مازلت بولتي في الليل غنحرقك بهذا المنجل. سنة باغاتي ثالث مره قبض الام ديالها، مشات عند البهايم تتعطيهم الماكله، هي البنيته فاقت مع 8 الصباح، يوم اللي كان ريان معه العالم كله. هاد البنيته مع 8 الصباح كانت كتعنف بالعافيه، قبضتها دخلاتها اللي بان نسميه حنا بالكوزينه في الباديه، دخلاتها لهاد الكوشينه اللي تيقولوا لها هما الكوشينه وكاين العافيه، وسدت عليها هي وياها، وجلست كتحميه كتحطو في العافيه ديك المنجل، وكتحط العود في العافيه. حرقتها في الوجه ديالها كما غتشوفوا بالعود، تقبات لها الوجه ديالها بالعود بالعافيه، بحيث مازال دابا شهر ونصف ومازال ما ترممش هذا الجرح وما تشفاش. حرقتها في المؤخره ديالها، ها هو الصوره ديالها، شوف البشاعه ديال الحريق. حرقتها في الفاجان ديالها، يعني في الموضع التناسلي ديالها حرقتها فيه، شوف الحريق كيفاش داير. وبهاد الاله حرقتها، هذا هو المنجل اللي كانت كتسخنوا وكتحرقوا به. هذه اليد ديالها، مني سألنا الطفلة قالت لك ماشي ما حرقتهاش، هذه عضة بالسنان وقالتها لنا بالشلحة، قالت لك هذه عضة بالسن ديالها، دخلت فيها السنان ديالها. شوف هذا الفخذ ديالها اللي حتى هو تحرق، هذه المؤخرة ديالها بعد الحرق كيفاش ولات، وهذا الفخذ ديالها حتى هو. الام ديالها عرفتي الواحد ملي تيكون جالس عند شي واحد في البيت وخاف خايفاها لا تخرج على الشارع، وخاصه ان الاب ديال هاد الام حتى هو في الصف ديال هاد السيده هاد الضنينه في الصف ديالها، وكتخاف لا تخرج على الشارع وتبقى في الشارع، لان هاد الزوج اللي عندها هي معاه شنآن في بوجدور ما كاينش كاع في ورزازات. الو خوفا من التشرد كانت كتصبر وتصور راه هاد الحريق كله اللي تحرقات البنت. انا بالنسبه للدرك الملكي كنشكرهم من هذا المنبر، لانهم سرعوا الوتيره ولقوا عليها القبض. اما بالنسبه للطبيبه انا تنشدها وتنقول لها من هذا المنبر،
كون كانت بنتك ولا شي حد من العائلة واش تعطيها 30 يوم، وخاصة في المناطق الحساسة ديال طفلة، كيف ما قالت النائبة ديالي أن وليداتنا إلى قاسهم غير حط ليهم إديهم شي حد على المناطق التناسلية ديالهم سواء فتاة أو ذكر، هنا ما كيبقى فينا الحال، ما بال أن هذه المناطق التناسلية كتحرق بالعافية، يعني كأنها في جهنم. لا يعقل ان هذه الطبيبه تعطيها 30 يوم زعما، وانا كناشدها من المنبر تعيد النظر في هذا السيرتيفيكا اللي عطات فيها 30 جو. انا بعدا نعطيكم الرقم ديال الملف اللي قدامي 133 2103 2022. هذا هو رقم الملف اللي تحكمات به الضنينه بسنه سجنا. نعاود لكم الرقم، رقم الملف هو 133 2103 2022. التاريخ ديال تسجيل الملف هو 1 شهر 2 2022. المهم هاد الملف تحكم بسنة سجنا للضنينة. أيعقل أن هذا الملف يتحكم بسنة سجنا؟ هاد اغتصاب الطفولة رجعت سهلة ورجعت رخيصة، و 8000 درهم كتعويض، 8000 درهم ولو يعطيو لها الطفلة كنوز الدنيا والآخرة، ما يرموش ليها هذاك الشرخ النفسي اللي غيكون عندها والشرخ النفسي اللي عند الأم. كانوا في الأول كيف ما حكى لنا الخال ديالها أنها في الأول كانت مشات للاستئناف، يعني أنها جنايات، ولكن تفاجأ الخال ديالها اللي واقف في هذا الملف واللي كنشكروه جزيل الشكر، اللي هو عندنا في المنطقة ديال الحي المحمدي، أنه جاب لنا هاد البنيتة باش إن شاء الله نوقفوا، وكناشد جميع الجمعيات وجميع المنظمات الحقوقية منهم ما تقيش ولدي، المنظمة حقوق الطفل، باش يوقفوا معنا كوقفة رجل واحد مع مركز أمان الحي المحمدي باش ندافعوا على الطفلة باش تاخذ الحق ديالها، و وغير شويه يرمم ذاك الجرح للام انها تحس براسها ان بنتها تصنفات. فاعله جمعويه كناشد وكيل جلاله الملك بورزازات اعاده النظر في هذا الملف باش ياخذ لنا الحق ديال هذه الطفله البريئه، وكذلك كناشد وكيل جلاله الملك لعين سبع، لان هاد الناس جاوا طرقوا بابنا وجاوا من ورزازات وخداو عناء السفر باش يجيبوا لنا هاد الملف ديالهم، لان كيحسوا راسهم انهم ما تعطاهمش حقهم في ورزازات، جاوا كيطرقوا باب الدار البيضاء، لاننا حنا كلنا جسد واحد، ورزازات والدار البيضاء بحال بحال، كلهم في المغرب، يعني من طنجه الى القويره كنا يدا في يد. وفي الاخير اناشد رئاسه النيابه العامه باش هذا الملف يكون يتعطى حقه، لا من الاهتمام ولا تكون عبره هذه المراه لجميع النساء او كل من سولت له نفسه انه يعنف طفل او طفله او رجل او امراه كيفما كان. كنشكر صوت العداله اللي لبات النداء ديالنا وساندتنا في هذا الملف، والله يجازيهم بخير ويجعلها في ميزان حسناتهم. السلام عليكم. اولا كنشكر القناه العداله اللي جات توصل لنا الرساله ديال واحد الطفله صغيره اللي تعرضت للتعنيف والتعذيب وكنوب عليها. هذه الاخت ديالي بركات عند الوالد، وقع مشاكل مع راجلها وبركات عند الوالد، والوالد عندي مجوج بواحد السيده كاع جرات علينا من الدار، بقاتها اختنا رجعت عند راجلها بركات، وكتعنف ليها بنتها حرقتها شي ثلاثة المرات، ولكن هاد الاخرى عذبتها بزاف. هي هذيك صورتها اختي، انا اللي وصيت اختي قلت لها ودي صورها الا وقع مازال هاد المشكل صورها وصيفطها لها، هي هذيك صورتها وصيفطتها ليا. قبيلتي تسمكان جماعة سيروا، جماعة أنزل، يعني جماعة سيروا قيادة أنزل، عملت ورزازات، عملت ورزازات. المهم اتصلت بعون السلطة، مشى لعين المكان، شاف مشى لعين المكان، شاف الحادثة،
اتصل هو بالدرك الملكي، جاو الغد ليه تعتقلات السيده، مشينا حنايا صيفطونا خويا اللي هزها، ما كاينش لابيلانس، هزات حتى الجماعه، عاد هزات لابيلانس من الجماعه للسبيطار، وما لقاو حتى واحد تما بالليل بعدا، قالوا له هذاك السبيطار ديال سيدي حسين، شافها الطبيب قال لي ما كاينش اللي يعطيك الشهاده الطبيه حتى الغدا، والسيده قال لك القيد خص تمشي مستعجلات، ملي مشات ما استقبلت حتى واحد، قال لي حتى الغدا، ومشات باتت عند بنت عمتي تما فورزات، رجعوا الغد ليه، عاد انا خرجت من كازا هنا مشيت تلاقيت معاهم تما في السبيطار، السيده تعتقلات مع الحادثه ديال الريان قد قد. في الوقت اللي كان الحادثه ديال الريان واحد وقع المشكل في 31 بنت اختك خديجه كانت تعذب. كانت تعذب ذاك الساعه في 31 شهر واحد، والغد ليه واحد مشينا لواحد شهر جوج 2022 دخلنا في سميتو مشينا الصراعات انا وهذيك السيده. المهم الاحساس خص ناخذوا حقها، راه حقها ديال الطفله حيت بريئه وهي صغيره، شنو ما ديك الحاله ديرها الحيوان راه تعاقب عليها، وما بالك بالبشر. هو في بوجدو تواصلنا به، ما عنده كي يدير يجي، خدامه بوحدو تما ما عنده كي يدير، راه خصو يومين ديال الطريق باش يوصل. تواصلوا معاهم الدرك الملكي، حتى هو عطى الاقوال ديالو في المحضر، وصوبنا المحضر مشي وقدمونا الاستئناف في ورزازات، وقدمونا الاستئناف التقديم، دخلنا ديريكت، جا نائب وكيل الملك، المهم شاف الشغل في المحضر، سول اختي وسول مرت الواليد اش وقع اش وقع، قال لي باش حركتيها، قلت ليه بالعود، قال لي وجبد لها المنج، قال لي هذا الحرك ديال الدريه، واش 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 العود هذا، قلت ليه صافي قولوا لهم يسمح لي رانا اللي حركتها صافي. بقات متلبسه بالجريمه هي. شحال العمر ديال السيده اللي حركتها؟ شي 56 عام. 56 عام؟ اه. يلا اول مره تشدت عنفها ولا ديجا كانت تعنف؟ هذه هي الثالث مرات. ثالث المرات. هذه المره الاخرى هي اللي فيها بزاف، اما المره الاولى كانت حرقها بشي عود ولا شي حاجه، كانت دانيت بالمنجل، ولكن هذه الاخرى دارت لها كل شيء. واقع داك الشيء صافي. ما سبقش درتو شي شكايه؟ لا والو، اختي كتخاف يعني كاين تحت الضغط، كيسدوا عليها حتى الماكله ما كياكلوهاش، ما كتاكلهاش هي. هذه مرت الاب ديالها. اه كيتسد عليها البيبان ديال الدار كامل، كتبقى هي وبنتها. ما عمركم حاولتوا ديروا شي اجراء قانوني؟ والو ما كاين والو، هي كتقول للوالد راه شوف المراه اش دارت، شوف المرته كاش دارت، كيقول لها ما بغيتيش هزي حوايجك شوف فين تمشي، وهي مسكين ما عندها فين تمشي. انا ساكن عند عمي، وخويا ساكن عند نسابو، وخويا اخر ساكن عند نسابو، ثلاثة، وقلنا للوالد ما كاين مشكل نخليوه راجل كبير وداك الشيء، وملي رجعت اختي دارت لي هذه الحالة ما نصبرش في حقها، خصنا ناخذ لها حقها ديال الدرية هذه، عين الاعتبار للطفلة أمها راه كتمرض مرضت دابا مرض نفساني، والدرية حتى هي ما عطاونا حتى شهادة طبية ديال تاخذها زعما ديال مرض نفساني، شي طبيب نفساني، راه دابا ولات كتخاف ولات بالليل كتغوت فهمتي؟ يعني تاثرت صحيا، وعاد الشهاده الطبيه اللي عطاتنا ديك الطبيبه دارت فيها 30 يوم بدون مقابل تجديد، ما دارش فيها حتى قابله تجديد، وهي وهذا الجروح باقي عندها الجروح، دازت عليهم شهر ونص، وهذاك الجرح راه الاول، هذاك راه فوق شهرين واقيلا ما ثلاث شهور، هذاك الاخر اللي ما براش في وجهه راه ديال العود، هذاك راه ديال العود فاش حرقتها راه باقي ما براش، يعني راه خصي تاخذ حقها، خصي تعاود النظر في هذا الملف ديال الدري هذا. بغينا الصوت توصل لجميع المسؤولين في المغرب ولا في المنطقه ديال ورزات كامله، خص ياخذوا بعين الاعتبار ديال هذه البنت هذه، ياخذوا لها حقها، يعني الملف يقدر ينقصوا لها، يقدر فهمتي شحال من حاجه، يعني باقي ماشي عامه دايره والو، وعلاش رجعونا للجنحي من الاستئناف، رجعونا كان يدخلنا ديك الابتدائي الاستئناف، وما دخلونا دينا جنايات شويه رجعونا للجنحي ابتدائيه ديال ورزازات، ودابا طلعت الاستئناف، راه دابا في الاستئناف، يعني الاستئناف كان طالب الرئيس ديال النيابه العامه يتدخل في هذا الملف هذا، توصلوا هذه الرساله باش اعاده النظر في هذا الملف ديال الدريه هذه.